وفي لقطه طريفه بقى في القصه بتاعت الهدف بتاع النهارده وتفسيرها ودخلت في شرط الكابتنه وفيديو انتشر والناس فهمته بشكل خاطئ، هنعرضه برضو بمناسبه الكلام على علي معلول. يعني الفيديو ده اللي انت قلت لي عليه، لا انا مش عارف هو بيتكلم على اي فيديو. الفيديو هو خارج من الملعب فبيكلموه فحد بيقول له مبروك شرط الكابتنه. اه ده فيديوين النهارده جامدين. الله فيديو بتاع جمال وفيديو ده انا دوت. يلا بقى اقعدوا افرحوا بالفيديوهات النهارده. فبيكلموه بيسالوه على شاره الكابتنه، فهو علي ما سمعش. علي بحسهم بيسالوه على الهدف على الاسيست، فقال له ما اتحسبتليش. فان حتى الكابشن اللي نزل على الفيديو نفسه على السوشيال ميديا بيتكلموا على شرط الكابتنه ان ما اتحسبتليش، وابتدت دخلت في الدايليما اللي هنتكلم عليها بعد شويه بمناسبه، واول لعيب ولا ثاني لعيب ولا ثالث لعيب يعني. حلو يلا ورونا الفيديو يا شباب. نعرض الفيديو. طب خد دي لا مش حسب ليك والله اتحسبت ليك اقسم بالله اتحسبت. ديت ان هو بيتكلم على شرط الكابتنه ان هو اول لعيب ولا ثاني لعيب ولا ثالث لعيب. علي كان بيتكلم على الصناعات، عدد الصناعات اللي عملها علي معلول. الكره بقى لو نعرض بعديها الهدف على طول، لانه برضو حصل لغط على الهدف. هو الهدف اتحسب اسيست لعلي، لان علي معلول قبل المباراه 83 صناعه، الصانع الافضل في تاريخ الاهلي. كنا اتكلمنا على الرقم ده الحلقه اللي فاتت، هو كابتن مصطفى عبده ب 86 هدف. في يمكن في اللقطه دي الكره دي مش باينه، في الاعاده اللي بعديها على طول تلاقي الكره لمست في كعب وسام ابو علي، وبالتالي سواء مراقب المباراه اهي هي دي هي اللي اديتها البوش الزياده لفوق. هي اللمسه الصغيره قوي بتاعت وسام دي هي اللي رفعت الكره. دي الزاويه الوحيده يمكن اللي مبينه انه الهدف ده مش هدف مباشر من علي معلول كصناعه. هنا هي لمسه صغيره جدا جدا يا كريم، لمسه صغيره قوي. هي اللمسه الصغيره اللي هي باسفل الحذاء بتاع وسام ابو علي. فعلي كان بيرد بيقول ان الهدف ما اتحسبليش، انا لسه على ال 83 مش 86. ممكن ناس كتير قريبين من علي معلول بيتكلموا على ده، هو مش مهتم قوي بالارقام الفرديه، لكن زي النهارده ما كانت الشاره مهمه بالنسبه له، هو بيفرح جدا جدا انه يفضل جمهور النادي الاهلي فاكره بانه يصبح هو الصانع الافضل في تاريخ النادي الاهلي وهو ظهير ايسر. فهو مركز مع الرقم ده بس لانه هو باقي له بس 3 اهداف ويتساوى مع الكابتن مصطفى عبده ب 86 هدف. فده تعليقا على اللقطه للناس وديتها في حته الاشاره. عايز الارقام اللي في حته الاشاره؟ لا انا عايز اعلق على قصه البتاع بس بعد ما تروح الشباب. اعلق بس في حته هو اول لعيب ولا تاني لعيب، هي الشاره ولا من غير شاره، ولا هو كابتن ولا قائد. بعد شويه